بوصفك استشارية في أمراض الكلى، أعراض أمراض الكلى عند الأطفال. أنا حزينة جدا أنه لينا نحن نتحدث فيها واقع، لكن سكري وكلى لطفل شيء مؤذي بصراحة، يعني نحمد الله على كل شيء لكن مؤلم. شنو الأعراض اللي ممكن برضو أشوفها زي ما سألنا في السكري، شنو أشوفها في الطفل ده عنده كلى أو عنده حاجة في الكلى؟ هي طبعا أمراض الكلى الآن يعني أصبحت يعني منتشرة، وفي نفس الوقت أصبح يمكن في وعي من الناس على أمراض الكلى. والكلى في نفس حد ذاتها هي من هو عضو فايتال زي ما بنقول، عضو مهم جدا في الجسم، بيقوم بأدوار مهمة اللي هو الدور إنه يخرج السموم والماء الزائد وينظم الضغط. فالأعراض لأمراض الكلى، وبعني بها الفشل الكلوي الحاد أو قصور الكلى الحاد والقصور المزمن، ديل أنا بعني بهم لما أجي أتكلم عن العلامات. بالنسبة للقصور الكلوي الحاد، هو طبعا حاد بيكون يعني بيجي بصورة مفاجئة وبيستمر مدة أيام لأسابيع، وبعد كده يعني بترجع الكلى لطبيعتها وتتعافى. أما المزمن هو بيتحول لأنه الطفل يمشي للغسيل ويمشي لزراعة. الأعراض عادة زي ما قلت الوظيفة بتاعت الكلى بتنظم خروج الماء الزايد وخروج الفضلات، فبتلقي مثلا زيادة في ضغط الدم نتيجة لرجوع الماء. نلقى ممكن في ورم يسهر في العينين، ورم ممكن في البطن، ممكن